ما هو خط بيرليف؟ خط بيرليف هو خط دفاع تم بناؤه على يد جيش الدفاع الإسرائيلي الصهيوني والمكون من مخابئ خرسانية سميكة، حيث قام المهندسون الإسرائيليون ببنائه بهدف تحسين نقاط العبور المحتملة على طول الجانب الشرقي لقناة السويس، بحيث يكون قادرا على تحمل إطلاق النار الكثيف من الجانب المصري، وذلك خلال حرب الاستنزاف بين سنتي 1967 إلى 1970. كما تشير التقديرات إلى أن إسرائيل استثمرت 300 مليون دولار لبناء هذا الهيكل الدفاعي الملموس الرملي الضخم. ويعتبر خط بيرليف خط دفاع خرساني يصل ارتفاعه إلى حوالي 25 مترا، ويوجد وراء الخط بالضبط أول خط دفاع، والذي يحتوي على 22 حصنا والمتماثلة مع 31 نقطة قوية، بحيث تم دعم كل نقطة من هذه النقاط بحقول للألغام وخنادق وأسلاك شائكة، وحوالي 26 غرفة محصنة تحت الأرض مدعمات بالأسلحة تتراوح بين رشاشات ثقيلة إلى متوسطة القوة. فعندما قامت إسرائيل ببناء الخط أخذت تقريبا كل التهديدات المحتملة بعين الاعتبار، حيث أنها قامت بتركيب نظام أنابيب تحت الماء، وذلك لضخ الوقود لإشعال القناة ولصنع موجة من اللهب في حال حدث أي هجوم. وعلى الرغم من كل هذه التدابير الاحترازية والجهود المكثفة لمنع الأطراف الأخرى من تخطي هذا الخط، فقد تم اختراق خط بيرليف في أقل من ساعتين بسبب عنصر المفاجأة ومساعدة سلاح بسيط جدا لم يكن بالحسبان، وهو الماء، حيث استطاع المصريون وباستخدام مضخة ماء بريطانية ألمانية الصنع في سنة 1973 هدم 1500 متر مكعب من الرمال في غضون ساعتين، مما أسفر عن حدوث 81 ثغرة في الخط، مما أدى إلى فتح المجال أمام القوات المصرية للعبور من خلاله. وسمي خط بيرليف بهذا الاسم تيمنا باسم حايم بيرليف، الجنرال والسياسي الإسرائيلي المولود في فيينا والذي ترعرع في يوغوسلافيا وهاجر إلى فلسطين المنتدبة سنة 1939، وهو الذي قاد قوة الدفاع الإسرائيلية في الفترة الممتدة من بين سنتي 1968 إلى 1970 في حرب الاستنزاف ضد مصر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو لهذا اليوم، نرجو أن تدعمونا بالاشتراكات ومشاركة فيديوهاتنا مع أصدقائكم لنستمر، وهذا لدعمنا للاستمرار في نشر فيديوهات تهمكم وتهم البشرية كلها. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.